شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار البريكس بلس، وذلك تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الحالي لتجمع دول البريكس ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن تجمع البريكس يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وسبق وأن شاركت مصر كضيف في قمة البريكس التي استضافتها الصين في سبتمبر من عام 2017. وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن تجمع البريكس تتنامى مكانته على الساحة الدولية يوما بعد يوم، بالنظر إلى حجم اقتصادات دوله والتي تمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، إلى جانب ثقلها في المحافل الدولية. كما أعرب الرئيس السيسي عن خالص تقدير مصر لمبادرة التنمية العالمية التي طرحتها دولة الصين بهدف إعادة التركيز على قضايا التنمية من خلال تنشيط التعاون التنموي الدولي.